انا كنت في مصر وحياتي كلها في مصر. انا امي من نام السماوه الله يرحمها، ببيتها من نام السماوه، خوالي بالنجف. جيت ب 2017 هنا، قعدت ببيتي هنا سنه تقريبا، اتوفت هي ب 2018، رجعت لمصر. اجيت الفتره اللي قبل كورونا، الفتره اللي جيت قبل كورونا هنا يعني عاشرت ناس هنا وعرفت ناس هنا وشفت ثقافات مختلفة، شفت ناس طيبين هنا، شفت وجوه طيبة هنا بالسماوة، مو مجاملة على أهل السماوة، يعني أكو وجوه كلش طيبة هنا، وأكو ناس صاحبة خير وصاحبة فضل وناس يعني تساهم بالخير هواي هنا بالسماوة، والله يحفظ الجميع إن شاء الله. وجت الفكرة لأن تعرفت على ناس هنا، صرت أسوي أكلات هنا، أرتب أكلات مصرية، أسوي شغل هنا، والحمد لله قالوا لي محمد هنا يعني يكيفون عليك هنا بالسماوة. بدأت اللي أنا أشتغل، بدأت اللي أنا أطلع لمطاعم هنا، بدأت يعني اسمي يسمع شوية هنا بالسماوة والحمد لله. بدأ فكرة المشروع اللي أنا فتح مشروع وحدي، موضوع كشري، قلت حاجة جديدة على السماوة، حاجة جديدة على التغيير جديد، والحمد لله شفت قبول هنا يعني بالسماوة، قبول كويس وقبول كلش حلو، والحمد لله يعني أكو قبول عليه، وإن شاء الله اللي جاي أفضل إن شاء الله. هي تتكون من البكوليات كلها، رز، شعرية، عدس، مكرونة، سباكيتي، صلصة، شطة، دقة، يعني البكوليات عامة كلها يعني، تمام؟ يعني هي وجبة متكاملة، وجبة بها نسبة كربوهيدرات، وكل طباخ ويرجع لترتيبه، يعني كل طباخ ويرجع لشغله وترتيبه. هي أكلة مصرية بحت، أكلة شعبية ناكل المصريين، والحمد لله يعني الحمد لله، يعني أكو قبول هنا وأكو ان شاء الله، وان شاء الله اكو ترتيبات بعد مصريه واكو شغل بعد مصر ان شاء الله للسماوه هنا.